السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات طلبه علوم جريبية ورياضية. كنقدم لكم الدرس الثالث من فقرة البصريات، وكلكم ربما تعاملتم مع مجموعة من الأجهزة البصرية مثل آلة التصوير، مكبرة، المجهر الضوئي أو الشهم، تلسكوب إلى غير ذلك، وما تسألتوش شكون هو الأداة المسؤول يعني الفعالة في هذه الأجهزة البصرية. لا شك أن كل هذه الأجهزة البصرية تعتمد بالأساس على العدسات. إذن هذه العدسات عندها واحد الدور فعال في هذه الأجهزة البصرية. واش سألتوا شي مرة كيفاش هذه العدسة كتعطينا هاد الصور اللي كنشوفوهم؟ مثلا المكبرة كتكبر لنا الصورة، التلسكوب يبين لنا الأماكن، يعني الأشياء اللي هي بعيدة جدا وكيقربها لنا. إذا الآن ما هو الدور ديال هذه العدسات؟ وقبل ما نتعرفوا على الدور ديال العدسات ضروري خصنا نعرفوا شنو هي العدسة وما هي أنواع العدسات، ثم المميزات ديال هذه العدسات، ثم طبيعة الحال إلا خدينا مثلا جوج ديال المكبرات واش عندهم نفس التكبير أو لا كتمتاز كل واحدة بواحد القوة مختلفة على الأخرى. إذا غنتكلم كذلك على قوة ماذا؟ العدسة. ثم غادي نشوفوا من بعد إن شاء الله في هذا الدرس هذا كيفاش حنا هذيك الصورة اللي كنشوفوها عبر المكبرة، عبر التلسكوب، عبر المجهر الضوئي، كيفاش حنا نمثلوها نرسموها عبر الانشاء الهندسي باش نعرفوا حتى حنايا هاد الصوره هادي واش كتكون في مجال الشيء، واش هي حقيقيه او كتكون في مجال الصوره، اذا فهي حقيقيه او كتكون الصوره في مجال ديال الشيء فهي صوره وهميه الى غير ذلك. ثم بطبيعه الحال نعرفوا واحد المقدار اللي هو جديد اللي هو التكبير. حنا كنعرفوا بان المكبرات كيكبروا، بعض الأجهزة كيكبروا، إذا كيكبروا لنا الشيء، إذا ما هو المقدار ديال التكبير؟ ما رمزه وما علاقته الرياضية؟ ثم غادي نشوفوا من بعد العلاقة ديال التوافق بين موضع الشيء وموضع الصورة. ثم في الأخير غنطرقوا إلى المكبرة. إذا نبدأ على بركة الله مع تعريف العدسة. إذا إلى خدينا نبداو بالمكبرة. إلا خدينا المكبرة كما كتعلموا أنها كتكون مصنوعة هذيك العدسات ديالها يا إما من الزجاج أو من البلاستيك. والزجاج والبلاستيك هم أوساط شفافة يعني تسمح بمرور الضوء. إذا العدسة هي عبارة عن ماذا؟ وسط شفاف. إذا هذه المكبرة العدسة عندها وجهين، كتلقى وجه هنايا كروي، عندها جوج أوجه، وجه كروي كما كتشوفوا معايا هنايا في أسفل الصورة هنايا. إذا عندنا هنايا هذه عدسة مثلا وهذه عدسة. إذا الآن يا إما يكون وجه كروي هنايا محدودة بوجهين كرويين، أو ممكن يكون بعض الحالات غير وجه كروي والآخر يكون ماذا؟ مستوي. إذا الآن إلا خدينا انطلاقا من هذا التعريف هذا، العدسة وسط شفاف متجانس محدود بوجهين، أحدهما على الأقل خصو يكون كروي والآخر قد يكون كرويا مستويا، فهي في الغالب تصنع من الزجاج أو بليكسيغلاس. شنو هو البليكسيغلاس؟ هو خليط من الزجاج ومن البلاستيك باش كيعطي واحد النوع من المتانة. الآن سنتطرق إلى أنواع العدسات. إذا الآن العدسات من خلال التعريف ديالها كمحدودة بوجهين كرويين أو بوجه كروي آخر مستوي. الآن إلا خدينا المثال ديال هاد العدسة اللي كتشوفوا الكرسور. الآن هذه عدسة عندها هذا وجه كروي غير هو مقعر، وهذا وجه كروي غير هو مقعر، والآن هذه عدسة عندها وجه كروي محدب وهنا محدب. إذا من خلال هذا الإنشاء هذا كتشوفوا أنهم كيختلفوا من ناحية ديال السمك ومن ناحية ديال سمك الحافة. إلا شفنا هنايا رجعنا للعدسة، هذا النوع من العدسات هادو، شوفوا في الوسط عندهم السمك شوية كبير، لكن في الحافة هنايا هذي كتسمى الحافة عندها السمك رقيق. عكس هذا النوع من العدسات
أحسن نوع من العدسات، فهي رقيقة في الوسط ولكن عندها حافة سميكة. إذا كنا نقسموا العدسات إلى جوج أنواع، عدسات ذات حافات رقيقة بحال هذه، وعدسات رقيقة ذات حافة سميكة. شوفوا الحافة ديالها كي سميكة إلا قارنتو مع هذه مع هذه. إذا الآن هاد العدسات الرقيقة هو كلهم رقاق، نقولوا علاش؟ لأن هاد عندهم هادو شوية رقاق مقارنة مع دابا الآن إلا شفنا هاد العدسة هذه راه هي توافق ما بين جوج ديال الدوائر، هذه دائرة غتكون هنايا ثم دائرة أخرى هنايا، يعني جوج ديال الدائرات كيتداخلوا بيناتهم بواحد الشوية كيكونوا لنا هاد الجزء هذا. إذا العدسة رقيقة علاش؟ أن هاد السمك هذا تكون صغير مقارنة مع الشعاع ديال هاد القوس هذا اللي هنا اللي كيكون لنا واحد الدائرة. إذا هاد العدسات هادو بجوج بيهم هاد النوعين هادو الآن عندهم تسميات أخرى. إذا هاد العدسة هذه الفوقانية اللي هي عدسة رقيقة ذات حافة سميكة كنسميوها بالعدسة المفرقة، علاش؟ لأن إلا دخلنا عليهم واحد الحزمة ضوئية متوازية، إذا عندما تنبثق هذه الأشعة انطلاقا من هذه العدسة نلاحظ أن هذه الأشعة تتفرق. إذا بما أنها تتفرق نقول أنها عدسة مفرقة. الآن بالنسبة للشكل الثاني أو العدسة النوع الثاني من العدسات الرقيقة ذات الحافة الرقيقة، هذه إلا درنا نفس الطريقة ودخلنا عليها واحد حزمة ضوئية رقيقة متوازية كما تشوفوا الأشعة متوازية، هذا موازي لهذا هذا موازي، هذه الأشعة كتكون لنا واحد حزمة ضوئية متوازية، إلا دخلناها وردت على هذه العدسة الرقيقة ذات الحافة الرقيقة كنلاحظوا بأنها ما كتفرقش لكنها كتجمع في نقطتين واحدة. الآن هاد العدسات مثل من هاد العدسات كنسميهم بالعدسات المجمعة لأنهم كيجمعوا الأشعة المتوازية. إذا الآن نوع العدسات الرقيقة، إذا عدسات ذات حافة سميكة هما هادو اللي كتشوفوهم هنايا، تتميز بكونها رقيقة في الوسط، هي رقيقة في الوسط، وتزداد سمكا عند الحافة، هي سمكا عند الحافة. يتميز كذلك هذا النوع من العدسات بإصفرائقه لحزمة ضوئية متوازية واردة عليها، لهذا تسمى بالعدسات المفرقة. الآن ندوز إلى العدسات ذات الحافة الرقيقة، تتميز بكونها هي رقيقة عند الحافة، هي رقيقة عند الحافة، وتزداد سمكا في الوسط، وكتميز كذلك هذا النوع من العدسات بتجميعها لياش لحزمة ضوئية واردة عليها، لهذا تسمى بالعدسات المجمعة. الآن العدسات الرقيقة أو العدسات الرقيقة المجمعة أو المفرقة عندهم مجموعة من المميزات، لكن احنا غنختص بالذكر العدسات المجمعة. إذا الآن العدسة المجمعة إذا خدينا مثلا، إذا قبل ما نطرقوا لهذا التعريف هذا أول حاجة ندوزو التمثيل المبسط أو التمثيل الاصطلاحي. الآن هذه العدسة المفرقة مثلا باش ماشي كل مرة نعاودو ونرسمو الشكل ديالها بالطريقة هذه أو بهذه الطريقة هذه أو بهذه الطريقة هذه، الآن كنعطيوها واحد التمثيل المبسط كيسمى بالرمز الاصطلاحي. الآن هذه العدسة هذه لاحظوا معايا كيما كتلاحظوا معايا، هذه كنمثلوها غير بخط أفق خط شاقولي رأسي، وحتى هذا النوع من العدسات المجمعة هي خط مستقيم رأسي. لكن باش نفرقوا بيناتهم هذه مجمعة وهذه مفرقة إلا لاحظتوا في الحافة، شوف معايا في الرأس ديال ديك الخط هنا كاين بحال لي أن هنا يشوف هاد الشكل، هاد النقطة السوداء هنايا بحال هنا الأشعة كتفرق هنايا، هادي هي هنايا لاحظوا هذا كيهبط هنا وهذا كيهبط هنا بحال لي الأشعة كتفرق، بينما هادي بحال لي كتجمع في نهاية المستقيم. صافي، إذا الرمز الاصطلاحي ديال العدسة المفرقة ومجمعة هو عبارة عن خط رأسي، لكن كيتميز في النهاية ديال هاد القطعة هادو يا إما يكون كيتفرق بحال الشكل هكا أو لا كيتجمع. الآن غندوزو إلى مميزات العدسات الرقيقة المجمعة. العدسات الرقيقة المجمعة بحال هادي الآن كتميز أن عندها واحد الخصوصية هندسية وأن عندها واحد المركز هندسي.
هذا المركز الهندسي في كيتواجد طبيعة الحال دائما المركز كيتواجد في وسط العدسة. باش كنعرفوه كنعرفوه مثلا إلا درنا واحد الشعاع ودزنا من ديك المركز الهندسي ديك الشعاع كيمر بدون انحراف. إذن هذا المركز البصري إذا لاحظ معي الآن إذن هذه هي العدسة المجمعة ديالنا. لاحظوا الأسهم اللي كاينين في أسفل المستقيم. الآن إلى هاد الشعاع داز لنا من واحد المكان معين وداز بدون انحراف، اذا ديك النقطه كتسمى بماذا؟ بالمركز البصري الرئيسي، وهي من خصوصيات العدسه المجمعه. اذا الان المركز البصري الرئيسي، اذا كل الاشياء التي تمر من المركز او للعدسه المجمعه لا تنحرف، وتسمى هذه النقطه او بالمركز البصري للعدسه. الان كذلك هذه العدسات المجمعه كتميز واحد المحور ديال التماثل. هذا المحور ديال التماثل هو عباره عن مستقيم وهمي، يعني في الاساس يعني شديتي شي عدسه هو ما كاينش، لكن هو وهمي، يعني حنا كنتخيلوا انه دايز عمودي على العدسه. هو الان هنا هو عمودي، يعني كيشكل زاويه قائمه مع العدسة المجمعة، ويمر من المركز البصري الرئيسي. كيتسمى بماذا؟ المحور البصري الرئيسي، وعنده واحد الخصوصية هامة جدا. إذا هادو مميزات العدسة الرقيقة المجمعة. إذا شنو هو المحور البصري؟ هو محور تماثل العدسة، ونمثل هذا المحور مبيانيا بالمستقيم المتعامد مع العدسة المجمعة، والمر من ماذا؟ من مركزها البصري. لكن كل محاور اخرى، مثلا نعترض على ان هذا ماشي شعاع، هذا هو محور، هذا محور كيمر من ماذا؟ من المركز البصري، ومايلة بواحد الزاويه عن المحور الرئيسي، كتسمى محاور ثانويه. الان من مميزات كذلك ديال العدسات المجمعه، لاحظ الان كما قلنا قبل علاش سميناها مجمعه، لان الاشعه المتوازيه هذه كتجمع في نقطة واحدة. هاد النقطة الواحدة هي من خصوصيات هاد العدسة. إذا جميع الأشعة المتوازية، إذا زدنا شي شعاع هذا الأول وهذا الثاني، زدنا شي شعاع ثالث موازي لا يشل المحور البصري، كلها غتجمع في هذه النقطة F بريم. هاد النقطة F بريم كنسميوها بالبؤرة الرئيسية للصورة. على سميناها البؤرة الرئيسية للصورة، لأن الآن العدسة كتفرق لنا بين مجالين، هذه العدسة، هذا المجال هذا هو فين كنوضع الشيء، وهذا المجال هذا اللي هنايا هو فين كتكون الصورة. إذا الآن هذا المجال هذا اللي هنايا نعاودو، هذا من أو لهذ الجهة هذه على الجهة ديال اليسار كيتسمى بمجال الشيء، ومن او لهاد اليمين كيتسمى بمجال ماذا؟ الصورة. لهذا هاد النقطة هذه اللي كتجمع فيها الأشعة المتوازية كتسمى بالبؤرة الرئيسية للصورة. إذا الأشعة الواردة المتوازية مع المحور البصري، إذا هذه وسطروا على هاد الكلمة هذه، المتوازية مع المحور البصري الرئيسي، تنبثق من العدسة وتتلاقى في نقطة واحدة. الآن إذا ما كانتش متوازية مع المحور البصري، ما غتمرناش من البؤرة الرئيسية للصورة F بريم، لكن غتمرتها هي من واحد البؤرة ثانوية واحدة أخرى، في كتواجد في المستوى العمودي على البؤرة الرئيسية للصورة. إذا البؤرة الرئيسية للصورة من مميزات كذلك العدسات، يرمز لها بالحرف F بريم، لأن بالفرنسية تنقول لو فويي، صحيح؟ إذا بالنسبة بأنها جات في مجال الصورة نرمز لها ب F بريم، لأن مازال نتعرفوا على بؤرة رئيسية للشيء، وهي تنتمي إلى المحور البصري الرئيسي، وهي حقيقية. علاش؟ لأن الأشعة الضوئية كتجمع فعلا عندها. إذا الآن كل عدسات المجمعة عندهم بؤرة رئيسية للصورة توجد على محورها البصري، وتوجد في واحد النقطة معينة.
الآن إلى خدنا الأوكا أصل للمسافات، فإن المسافة من أو تال إف بريم هي مسافة ثابتة، علاش؟ أن بالنسبة لكل عدسة إف بريم ثابتة في واحد المكان معين. إذا من أو تال إف بريم هذه مسافة ثابتة، بما أنها ثابتة فهي من خصوصيات العدسة المجمعة، وكنسميو هذه المسافة من أو تال إف بريم بالمسافة البؤرية أو بالبعد البؤري. إذا الآن تعرف المسافة البؤرية للعدسة بالمقدار الجبري أو إف بريم، إذا خصنا نديرو واحد العارضة فوق أو إف بريم بالمقدار الجبري أو إف بريم، كنقولو مقدار جبري ممكن يكون موجب وممكن يكون ماذا؟ سالب. دابا الآن إلا خدينا هنايا منحى انتشار الضوء، خدينا المنحى الموجب هو الجهة ديال انتشار الضوء، دابا الآن خدينا بحال منحى حركة منحى انتشار شي حاجة، الآن خدينا المنحى الموجب هو منحى انتشار الضوء، فإن المسافة من أوتا إف بريم أو القياس الجبري من أوتا إف بريم غيكون موجب، لكن إلا خدينا مثلا المنحى الموجب هو عكس منحى انتشار الضوء فإن أو إف بريم غتكون سالبة، لهذا فهذه المسافة البؤرية مقدار جبري ممكن يكون موجب أو سالب على حسب اختيار المنحى الموجب. إذن هذا أو إف بريم للتبسيط نرمز لها بالحرف إف بريم، حيث هذا إف بريم كتساوي لنا المسافة من أو تل إف بريم. نعم، إذن الآن إلى خدينا المنحى الموجب هو منحى انتشار الضوء، غتكون عندنا إف بريم هي من أو تل إف بريم وتكون موجبة، طبيعة حال المسافة كنعرفوها وحدتها هي ماذا؟ المتر. نعم، الآن المسافة البؤرية، إذا كنا قبيلة تكلمنا قبيلة على أن العدسات تختلف من حيث ماذا؟ القوة. إذا شكون هي العدسة اللي قوية؟ واش هي اللي كتقرب لنا الأشعة، اللي كتجمع لنا الأشعة قريبة من المركز ديال العدسة، أو لا اللي كتجيب لنا بعيدة عن مركز ماذا؟ العدسة. بطبيعة الحال كل ما كانت الصورة قريبة من العدسة كتكون العدسة أكبر قوة، يعني شكون هو اللي غادي تكون عنده قوة عدسة تكون عنده قوة كبيرة؟ اللي غيكون عنده بعد بؤري صغير. إذا الآن تعرفوا على معنى قوة العدسة، إذا قوة العدسة هي مقديرتها القدرة ديالها على تجميع الأشياء، وبطبيعة الحال كل شيء كيجمع الأشياء، لكن كل اللي كيجمع الأشياء قريب من المركز البصري وكل اللي كيجمع الأشياء بعيدة شوية على المركز البصري. إذا كان نقوله حنا هي العدسة اللي هي قوية هي اللي كتجمع الأشعة أقرب إلى المركز البصري، يعني اللي عندها بعد بؤري صغير. لأن لاحظ معايا مثلا نأخذ مثلا جوج ديال العدسات مجمعة، وحدة بعدها البؤري F بريم كيساوي جوج سنتيم، وحدة بعدها البؤري F بريم كيساوي لنا 4 سنتيم، هاد جوج العدسات. الآن إذا دخلنا عليهم جوج بيهم نفس الحزمة الضوئية المتوازية، إذا العدسة الأولى ذات البعد بؤري جوج سنتيم غتجمع لنا الأشعة على بعد جوج سنتيم، والعدسة الثانية ذات البعد البؤري 4 سنتيم غتجمع لنا الأشعة المتوازية على مسافة 4 سنتيم. إذا شكون هو الآن اللي جمع الأشعة أقرب إلى المركز البصري؟ هي العدسة ذات البعد البؤري الصغير. إذا الآن هنايا كاين واحد تناسب عكسي بين قوة العدسة والبعد البؤري، إذا كل ما كان البعد البؤري صغير كل ما كانت قوة العدسة كبيرة، وكل ما كانت كان البعد البؤري ديال العدسة كبير كل ما كانت قوة العدسة صغيرة. إذا كنعبروه على هذا التناسب العكسي، بعد أول حاجة كنرمزو لقوة العدسة بالحرف سي، تمام؟ بما أن قلنا هناك تناسب عكسي غنديرو السي كتساوي لنا واحد على سي كتساوي لنا واحد على اف بريم، لأن تناسب عكسي، لأن اف بريم كل ما كانت صغيرة في المقام غتكون لنا سي كبيرة، كل ما كانت لنا اف بريم في المقام كبيرة غتكون لنا سي صغيرة. الآن ما هي وحدة قياس العدسة؟ وحدة قياس العدسة هي الديوبتري، هذه وحدة جديدة أول مرة كتسمعوها لقياس قوة العدسة، هي الديوبتري هو الحرف هذا. إذا كي غدير سمو ترسمو غترسمو على بحال شكل حرف S، حرف S ثم غتكملو
ديك الطرف الاخير ديال اس تتلصقوه مع اس. نعم، اذا لاحظوا معايا ها هو هنايا، هذه كتسمى دلتا، دلتا صغيره، اذا حرف اس وكنكملوا الاس، هذا كيسمى الديوبتري، وهي وحده قياس، وهي وحده قياس قوه العدسه. اذا ملحوظه عندي صغيره بالنسبه للحساب الان حسابيا، بعد مره كيعطيوكم البعد البؤري اف بريم بالسنتيمتر، اذا خصك ضروري تحول سنتيمتر الى المتر باش يكون الخارج ديال قوه العدسه بالديوبتري. نعم، الان غنتعرفوا على المميزه الرابعه للعدسه، اللي هي كما قلنا قبل قليل العدسه عندها مميزة، عندها واحد البؤره رئيسيه للصوره. الان يدرنا بالعكس، لان العدسه متماثله عندها وجهين كرويين بحال الى رسلنا حزمه ضوئيه، دابا الان هذه حزمه ضوئيه مهج الجهه هذه حزمه ضوئيه متوازيه جينا من الجهه ديال الصوره. اذا الان لاحظوا ان هذه الاشعه غتجمعتها هي بجميع تجمع في واحد النقطه وحيده، اذا هذه النقطه وحيده توجد تي على المحور البصري كنسميوها بؤره. ولكن واش بؤره رئيسيه؟ نعم هي بؤره رئيسيه. علاش؟ لانها تنتمي الى المحور البصري الرئيسي، غين اذا المحور البصري الرئيسي، اذا بؤره رئيسيه، ولكن واش هي للشيء او للصوره؟ الان اللي على الجهه ديال اليمين كتسمى بالبؤره الرئيسيه للصوره، واللي كتوجد على الجهه ديال المجال الشيء كتسمى بالبؤره الرئيسيه للشيء. هاد النقطتين اف و اف بريم هما بؤرتا الصوره والشيء للعدسه المجمعه، وكيتواجدوا على نفس المسافه من النقطه او. تمام، اذا يمكننا نقول ان اف هي مماثله، ان اف هي مماثله اف بريم بالنسبه لياش للمركز البصري او، وباعتماد منحى انتشار الضوء هو المنحى الموجب. الى شفنا فيك انتشار واحد الموجب، اذا او اف بريم، او اف بريم غتكون عندنا موجبه. اذا نعتذر على الكيرسور ما كيبانليش في الشاشه، اذا او اف بريم موجبه، و او اف او اف سالبه لانها في المنحى المعاكس لمنحى انتشار الضوء، اذا قياسها الجبري غادي يكون سالب، بينما القياس الجبري لاو اف بريم يكون موجب لانه في منحى انتشار الضوء. اذا هذا منحى انتشار الضوء هكا، اذا او اف بريم موجب واو اف او اف سالب، لهذا كنكتبوا ان او اف بريم كتساوي لنا ناقص او اف، لان او اف بريم موجب او اف سالب كنضيفوا اشاره ناقص باش كنديروا ان الموجب كيساوي الموجب. اذا الان نعاودوا الان بعض مميزات العدسه. اذا كاين المركز البصري، ثم كاين المحور البصري الرئيسي، ثم البؤره الصوره والمسافه البؤريه. غير البؤره الصوره كاين فيها جوج، اللي هما البؤره الصوره للشيء، البؤره الرئيسيه للشيء، والبؤره الرئيسيه للصوره. اذا كنشكروا التلاميذ الاعزاء على حسن تصنتهم لهذا الفقره من الدرس، وان شاء الله يعني في الفقره الثانيه غادي نقدم لكم باقي فقرات الدرس. والسلام عليكم.